أم أن دنياك أخذتك ولدك وضربت أنك بكسب المال وبذل العرق في العمل وفقط وفرت لولدك ما يصلحه وأمنت له مستقبلا أي مستقبل مع الكفر والفسوق والعصيان أي مستقبل أمنت وهو خاوي الوفاق ليس في قلبه إيمان ولا ولاء ولا انتماء ولم ينكر أحد شيء منها بل إن السواد الأعظم من الناس اليوم يزعم أن من يربح كثيرا من المال هو الموفق بصرف النظر أجاء بهذا المال من حلال أم من حرام؟ كم ستدفع في زواجك؟ كم ستقدم مهرا؟ بكم ستشتري الشبكة؟ كم عدد الأوراق التي ستأتي بها؟ من أين ستأتي بها؟ تلك اهتمامات الزواج الأعظم. أين الاهتمام بالسكن؟ أين الاهتمام بالمودة والرحمة؟ أين الاهتمام بالألفة وصلة الرحم؟ أين الاهتمام بالأمان والأمان؟ الإيمان والأمان هما قبل كل شيء وبعد كل شيء. لا تنكر عليكم إن أعطاكم الله سعة فخير من تقدمون له المال أزواجكم وأولادكم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. لكن الحياة أن تتمحور في قيمة مادية فحسب تلك قاصفة الظهر ثم نعود فنأتي على اللبن المسكوب. أي غفلة أصابت أمة الإسلام حتى ينبغي أبناؤها المنتسبون إليها جهلا وعدوا بغير علم فيسبون خالقهم ويسيئون إلى عقائد دينهم وإلى مشاعر إخوانهم. ألم يكفنا سب أعدائنا واستهزاؤهم بنبينا فيخرج من بين أظهرنا من يقول المنكر ولا ينكره أحد ولا ينكره أحد. تأتي إحداهن إلى أحدهم فتصافحه وتثني عليه فيندشي ويشم عقله ويفصح عن مكروه قلبه الذي يدر إن مات على ما قال فبئس المصير ينتظره. فلما يرى ما رأى وهو صاحب عين لا تعرف رب البصر ولا يعرف الحلال ولا الحرام فإذا به يخبرها ويصرح أن الله حينما أراد أن يخلقها أراد المنظر الحمراء حتى يتضرر بخلقها. أيها الكذاب الأجر إن كانت لك ذرة حياة فاستغفر لذنبك فإن ربك إن كنت تدرك قيمته وتقدره قدره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أنت تحتاج إلى النظرة الحمراء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. إن ألسنة كثيرة تتكلم بلساننا وتنطق بلغتنا وتتسمى بأسمائنا وتزعم أنها منا وتسب نبينا وربنا وديننا جهارا نهارا فكيف ينتشر الإسلام في بيئة هذا واقعها وهذه
صفة أن تبقى فينا أرباب الأقلام الدينية. إن على مجتمع المسلمين أمانة عظيمة أن لا يسبب الإسلام لسببه، وهذا وحده هو الذي ارتقى بسلفكم الصالح. بمجرد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما قال غيرها. لما هاجر الناس إلى المدينة فهذه الجملة البسيطة حلت مشكلة الإسكان، وحلت مشكلة البطالة، وحلت مشكلة أرباب العوز والحاجة، التأمينات. انتم النهاردة مش عارفين تفكروا، عارفين تحلوا مشكلة البطالة، ولا عارفين تدوا الناس المحتاجين، والمشاكل عمالة تزيد، وكل يوم عمالين تبيعهم، ومش عارف هتبيعوا مين بعد كده. أنفسكم بعتوها من قبل، أظن أنكم لن تجدوا شيئا تبيعونه. إنما حل مشكلة الجوع، عشان كل مسلم بين عينيه الإسلام لا يسبب بسببه. طيب الحب لله، اللي ما يحبش إخوانه يبقى مش مؤمن، خلاص بل هذا سيدنا النبي. يبص يلاقي نفسه عنده بيتين، وقطعين مكة ما عندوش بيت. ولا يعني يقولوا المسلمين يسمعوا ما بينفذوش، ما ينفعش. بنفسه أرضية يقول له تعالى اسكن انت الاعلى عشان ما اطلعش وانزل عليك. لو عملناها النهارده وخدت اخويا عندي نزل طفل يومين ثلاثه، اول يوم هتبحري، وتاني يوم هتبني الدواء، وتاني يوم هتبقى قاعد على بيت ولا ايه؟ ولو انت ضرب ابني البيت بيتابعوني والغرب يقول لا يا لا ايها المؤمنون، ان مقتضى الايمان لو ادركت ان تصرفاتك سنه في جبين دينك، ان لم تكن وفق دينك فانتهيت عما نهى الله عنه ورسوله، لن تعكس الايمان ولم تصوره تصويرا صحيحا. والايه هي تعالى خذ الدور الفؤاد وانا اخذ التحتان، حتى لا نزيد بالصعود والهبوط عليك. يا سلام، هذا مالي اقسمه بيني وبينك نصفين، يعني اشتغل